في منتصف فبراير الماضي، أفادت صفحات مرتبطة بشركة عسكرية خاصة فاغنر أن العقيد السيمي جويتا الذي يتولى السلطة في مالي، مدد الاتفاق مع فاغنر بشأن انتشار قوات الشركة في البلاد. في نفس الوقت تقريبا، بدأت حملة ضخمة لتجنيد المرتزقة. وكما أصبح معروفا من خلال صحيفة فيرسكا، يتم الآن تشكيل قوات هجومية من المجندين. كما يتم إرسال بعضهم إلى وحدة قيادة الطائرات بدون طيار إنهم يجندون ليس فقط الروس ولكن سكان بيلاروسيا أيضا إنهم يبحثون عن رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و 50 عاما لتجنيدهم كالمرتزقة ويعيدونهم بتوقيع عقد مدته ستة أشهر وراتب 240 ألف روبل وتأمين على الحياة وسابقا كانوا يقترحون مبلغا مماثلا للراغبين في الذهاب للقتال في اوكرانيا. لا احد يريد ان يموت في اوكرانيا، ويعترف المجندون من مجموعة فاغنر انفسهم بذلك، وفي الوقت نفسه هناك الكثير ممن يريدون القتال في افريقيا، وذكر قائد العمليات في الجيش الالماني برنارد شوت ان روسيا تزيد من وجودها في القاره الافريقيه. تصاعد روسيا أنشطتها العسكرية في بوركينا فاسو ومالي. هناك علامات على بداية التعاون العسكري في النيجر، وتجري اجتماعات على المستوى السياسي في تشاد. وفي السودان لا نعرف حتى الآن بالضبط كيف ستتطور الأحداث. وأما ليبيا فتعمل القوات الروسية فيها بنشاط منذ عام 2016. خلال الشهر الماضي نشرت مجموعة فاهنر حوالي 20 إعلاناً على شبكات التواصل الاجتماعي حول حملة التجنيد التي قد بدأت. تتم عملية التجنيد من قبل عشرة من مسؤولي التجنيد في وقت واحد. قال أحد موظفي وزارة الدفاع لصحيفة فيرستكا أنه منذ منتصف فبراير تم نقل عدة آلاف من الأفراد العسكريين الروس من أوكرانيا إلى أفريقيا، وبعضهم تحت ستار مقاتلين من شركة عسكرية خاصة لم يذكر اسمها، والبعض الآخر مباشرة عن طريق وزارة الدفاع. ويعمل الاتحاد الروسي بنشاط على تجنيد الأجانب للحرب ضد أوكرانيا. ذهب الآلاف من المواطنين النيباليين إلى الجبهة بسبب البطالة في بلادهم، والكثيرون منهم لا يعودون، كما لم يتم إرجاع جثث القتلى. هؤلاء المواطنون المجندون من الدول الاجنبيه الذين يشاركون في الحرب ضد اوكرانيا الى جانب روسيا لا يحصلون على اي ضمانات اجتماعيه في حاله الاصابه يتم استخدامهم كمواد استهلاكيه او في احسن الاحوال ارسالهم الى المنزل تعمل الاستخبارات الروسية بنشاط على تجنيد مواطنين من سوريا وأفغانستان والهند والكونغو ومصر ودول آسيا الوسطى للقتال ضد أوكرانيا يجد البعض أنفسهم في الجبهة ليس بمحض إرادتهم بل يتم إرسالهم للقتال بالخداع أو القوة فيكتوريا سميرنوفا لقناة يو تي